اليوم شي سناب اشكر فنك بعد وان تايم اليوم شي سناب بس رقم واحد نتكلم على العرب نقول لهم السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير. زين صبح وياي السلام عليكم. صباح عليك. صباح الخير كيف حالك وكيف؟ جود مورنينج. اليوم صلاح نحن لازم نتخبى الجماعة وين بنسير؟ قول بنسير اليوم بوكت. بتاي. متفقين مع الدري وهذاك فهد. فهد. إيه اللي يعرف عربي. لأنه يومين حاجزين معه. إيه ويلا رامي فرسخ عمره أعطانا وقت اليوم. وبنسير اليوم. بغنا ويا بيودينا وبيبنا بهاي السيارة الفنان الجديدة وبيتريانا لين نتكشف عيننا الله خير باربعة آلاف مال تايلة أربعة آلاف بات أنت حين ويديني ألف أعطاك الله ألف رصاصة شو قلت حين زين مضبوط بنسرح حين وبن شاء الله بنعطى بتايا بقى فيها بحر حين اتخذت يمين الهافات الألوان كلها كل الألوان بس الأبيض مكرر زين الابيض واحد مكرر ما عليه انا واحد ابيض وهو واحد ابيض تحين صلاح تعطيه ابيض واحد اعطى واحد جابتي واحد تو سبيت من وين المستعمل شابه بيعطيك الجدام تعطيه الجدام الحين انت لا الابيض هو يبغي الابيض هذا بتعطيه له لا بص الابيض اثنين ينفع يلبس اثنين ابيض لا صلاح حبيبي صلاح اعطى وحده واحد لا واحد زعلت اثنين ابيض وانت عندك 15 صبحكم الله بالخير الحين صبحكم الله بالخير مال الصاله ومال هاي يسمونه هب الصاله اللوبي والاكسبريسو مالي وهذا على حق صلاح واحد حق. الرحله من بانكوك لين بتايا ظني ساعه ونص تقريبا ولا ساعتين الا ربع مكان جميل وقابل كان ما بنسير وين الضويل منعوت لنا وين مطرشين لي طرشات لي الصور عن منطقة قرب بتاية هي قرب بتاية هي نعم بعد من بتاية المكان اللي بنسيره يمكن 5 كيلو إلى 7 كيلو فقط في على مشارف بتاية منطقة جميلة فعلى هالأساس أنا ساير عسل ولا بتاية بالنفس ما تتشاهد كأنك جالس في شو في وحلة مستنقع وحلة كلهم ويتريوا في السيارة حين Thank you. إن شاء الله. فقير يقولي عن طيح حاتيني. أخذت عليه 5 دقائق راي السيارة وهذا فهد. فهد سلام عليكم. كيف حالك؟ يبنى لك ويلتشير. أدري إن ما تريد يعني يمكن سبحان الله نركب. صد عاد جداد زعلان عي. شو تأكل؟ نحتاج ويمكن. شو جالس تأكل؟ ما زي. وهذا الشيء اللي في ذهبك؟ ما زي. يا رجال شو تاكل؟ تتاوز ها؟ ها؟ شوف انت ادري يمكن انك تشوف انت تبى قهوه كنت؟ انت تشوف ادري يمكن انك شفتني يعني تبى قهوه انت؟ ايه ما قلت من غير ما يقول من غير ما يقول باكر بتقول؟ لو قلت اليوم اعطيناك القهوه يلا الله يكرمك هنا يوم انا صرت هناك اشرب اكسبريسو ايه اكسبريسو انت شربت قهوه؟ لا كنت صح تنح انت ادري زيت انا قاعد اشوفه شفتك انا شايف انك انت وين؟ شايف العالم كله شافوك سويت زوم ومقطف وانت تاكل كان منحى وشوف البن انت هذا اللي في ثمك تشوفه هذا اللي في ثمك تشوفه حلويات ما حد خبرني روحي شفتك اكلت من هاي المكرون كان نفسي المكرون هذا لا 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 ما كانش تحمل تاكل من المبزين صلاح و هذا المحل يسمونه اللي يقول من هذا المكرون يسمونه لدوري هذا ما بكل حد ياكل منه مش اي حد لا بل تعرفش ليش حان انك ما تاكل منه خاف تتعود عليه وتعودت عليه هاي روح مصيبه بعيد عنك انت في وين في امبابه ولا دوري زي الادمان انت الحين عرفت ليش انا قلت لك انت لا تدوق منه خايف عليه ليه؟ عشان لو دقته عجبني هبقى ادور عليه وعايز اشتريه ده مش عارف اجيبه ايه هبقى اتعود عليه بقى وادمن ادمان ادمان عايز حلويات عايز حلويات لا مش اي حلويات بعد لا دوري لا دوري لا دوري الا 24 ساعة لا دوري مكرون لا دوري ايه الجمال ده؟ وين؟ انا هذا كمان؟ ايوه يا سلام فانت المحل اسمه لا دوري
المحل لأنما الحلويات نفسها اسمها مكرون. مكرونة؟ لا مكرون. مكرون زين. يبقى مكرونة بلحم. ها؟ مكرونة بلحم المفرومة يوم؟ لا لا هذا الحلو مكرون. والتاني حادق. والتوني اللي عندكم اللي فيها اللحم مفرومة. لما خدت ثلاثة شاورما جنبها. شاورما اربع سندويتشات وطبق مكرونه باللحم مفرومه وسلطه وكلت كله واسيب لي ليش انا قلت لك لا تخلي شيء لازم كله تاكله عشان انا طلبت اي لان حرام الناس مش لاقي تاكل وعلي الجداوي بعزه نعمه ربنا يطلب ما ياكل بعدين اذا كلت ودرت لك المكانه السلطات المصريه تمنع مغادرك من مصر ايوه وتمنع تعمل كروس علي بالضبط بس ايه انا ابوي ساير بوك التراني وساير هواهين وساير هايك اللي من ناصرناها كل يوم انا وصلاح جلسنا شهرين قبل سنتين نسيت وتليت الدنيا كلها يا غير ودي هاي بتايه جايينها ودريبها ما تتشاهد واخس بلاد في الدنيا العوده ادري يا غير انا حين سيرتي هاي اساس اللي نحن كمجموعه بنصير منطقه ما بوكت بالنفس ما بتايه بالنفس معاليها جدلي بال شايف لهم صور انا وهالمنطقه انا ما جيت بس يبي اتفرج عليها برد لان مليون مسج يعني وانا هاي منطقه سكاره منطقه لوفر ومنطقه ما ادري شو وما تتشاهد انا ادري هذا كله انا ادري يا غير ابوي وين يا الله يحفظكم ما يخصني في السكاره والسكير والخمير ابراهيم ينفدوا العين ما شافتهم الله يهديهم يا غير ما بصير بقعد شاب أهم أنا لا بسير مكانهم ولا بقربهم ولو صرت قربهم شيء وش علي منهم أنا ما يخصني جميع الرسالة تري شو تبى بتاية شو تبى بتاية لا ببتاية ولا بأرض بتاية أنا أبوي ظاهر من لما ظاهر أبوي من بحور بضبي بحور بضبي اللي 40 قامة 40 باع تشوف الشعب البرجاني يبين القوع البحر يبين على 10 و20 30 باع من صفات البحر من نظافته ومكانه زي اسكندريه شو علي؟ زي اسكندريه عندنا بالضبط ما تشوفش كف ايدك في المي اكيد تلوث كل يوم توديني مكان تقول لي ميامي حب ميامي حب ميامي قول لي انت عارف انت شفت ميامي عشان تقول تسمي دي ميامي لا حرام شاطئ ميامي لا مكان ثاني وديت ايش اسمه فين هناك وين في اسكندريه اسكندريه شط شو انت قلت لي هذا اسمه ميامي ميامي اه ايه قلت لي انت لو شفت ميامي اللي في امريكا هتدفع على مين بتاكل مش عجبك فيها طبعا شو صار في الفرع سيدي شو ابي زاوية في الفرع يا بنو صار بضبي على هواك لا ابي زاوية لكن عندي البيت بتي عندي سيدة إيه؟ شو تريد؟ يا ابو القهوة هو بدي قهوة وبتغسيرك بس سيدة إيه؟ نعم ان شاء الله ان شاء الله بيفكر في القهوة وهو رايح بتاعي هي ترى يرجع ابو ظبي علشان ياخد القهوة والاول وبعدين اروح شوف نحن القهوة هذا عندنا شيء رئيسي مش قدر احنا عندنا علي القهوة هذه شيء مقدس زي الفول شيء مقدس هذا بنو اللي راكد قبل شوي شوف بابا يا حبيبي بابا حبيبي زي ارقد انا ما قلت لك ارقد كل يوم ارقد انت ابوي ما يخصك فيا انا ابوي ما ارقد لا ليل ولا نهار ارقد صراحه حبيبي ارقد زي ما علي ارقد انت غمض الحين غمض غمض شويه غمض غمض نحن وصلناها بتاية هذا سيدنا من رحيم هاللحظة كلها يبار خضراء
والدنيا فنانة. زين بارك الله فيك. أول ما وصلنا هاي منطقة اسمها مزارع العنب عندهم، كل هاي اللي شوف كل مزارع عنب. مزارع العنب طالت عماركم، هاي تطل على البحيرة هاي اللي تشوفونها بحيرة. على ما تشوفون هاي حديقة عامة عندهم كم كبرها. صورة الملك كنا اللي يديد له الأولي، لا والله اللبو كنا ولا اليد هذا. صلاح صلاح تعال. والله مكان جميل والله. شربك روحها تسد هاي ده. شو ما شاء الله هذي تشوفهم كل كروم عنب. شو بلاك صلاح؟ بعد بول الحين؟ يلا يلا ودي ودي تلاحقنا، الحق علينا. يلا يلا شو علي المكان؟ يقولون خايس أو إنه؟ فين الخايس ده؟ ها؟ فين الخايسة؟ ما تدري الخايس وين؟ لا لا فين؟ أنت هنا شايف خايسة؟ أنت يلا صلاح بيسيرون عنا. شو عندهم هذيلا؟ شوفوا البلاد فنانة ورقم واحد ولا شيء شرفتها. ترى اللي زارعنها دور مدار بيتنا، انا اقول لكم الناس تستعيض بدال الداماس فيها، بدال الداماس والشريش هذا هو اللي اقول لكم عنه. شوفوا هاي بلادها زراعها، هي نسيت والله شو يسمونها، ما يحضرني حاليا شو اسمها غير هاي بلادها. شوف سير في السماء تبدا السماء شرات القلم، ورقت شرات ورقه الهمبا، ورقت شرات ورقه الهمبا تصير فوق جو على ما تشوفون. يقولون في الضبعي شيء في الضبعي بسيد، اظني مسيد بسيد الشيخ حمد بن زايد يقولونه في الضبعيه، ودور مداره من هالشيار. فما ادري والله انا ما شفت. اشوف العيله كان خبروني عن الموضوع هذا، العلم عند الله يعني. فشيء زرع انا زارع ونشت حاليا تقريبا حوالي مترين ونص طولهن يا غير، بعدهم ما تعظمن زارعنهم والله من 3 سنين، بطيئات النمو في الشمس، الباطنه ظهرت وايد مزروع منهم في الباطنه. فابو ظبي انا ما شفت حد زارع، انا ما لكن في حاليا موجود يبيعون في الشهامه، في استغفر الله في الباهيه، في الباهيه يبيعون النوع هذا، لكن هل انه بيغدي قوي بيتقوى عندنا في ابو ظبي ما ادري. انا عندي ما طاع يتقوى زين ما زين يعني. ياسر مسوي وياكم جماعه ابوي كلهم ركبوا. يلا اسد اين الموقع هذا؟ وقالنا ابوي لكم 15 دقيقه لكم. المكان كله اسمه سمفوليك. الموقع كامل هذا فيه. ها شو على فكره هذا ابوي ترى سكن، هذا شاليهات للاجار وهالحدائق مالهم ياجرونها للي يبي يعني. شو اسمها علي هذه؟ حربايه. عند الفصل اللي بتبقى مش مظبوطه كده اقول لك ده انت حربايه. ايه زي حربايه يعني حاجه مش سهله. زي مين يعني؟ مش عايز اقول.
نفس الوان الشجر اللي عندنا. والله المكان براد وفنان وقاوي. جنة جنة والله العظيم. حسنية ويا بهية ازيكم؟ سباديكا هلو هلو هلو. شوف شكل القلوب هاي كيف. سبحانك يا رب. ترى الموضوع مش صعب. شو بس الحديد هذا؟ دوريات صغيره جنب بعض. بس يرصونها. بغيت تحط الالوان اللي تختارها. شو عاد هذا الممر؟ بيودي على فين؟ تعال وراي انت. بس. بيودي على البدروم، بيودي على البوليس. واي. ها؟ نو؟ نو؟ واي. راغنا. باي باي. السلام عليكم. كنا عايزين نكتشف. يحط بك على كذا موقع، من موقع لموقع يمكن ثلاث دقائق او دقيقتين بهذا الشيء اللي نحن فيه. بحيرات وفي كل شيء، كل شيء عنده مستغل. مسوين التحفة يعني شيء جميل والله. ترى عندنا نحن مخلينها السياكل، من يخترب السيكل باعوه النواطير على هاي السكرة. استغلوها ديكور. هي والله. افكار صغيره، افكار صغيره لكن شوف كيف النتيجه وايد جميله يعني. شوف يركب جان عند الاذان. هم المفروض ما اقول انا افكار صغيره، اقول افكار بسيطه لكنها جميله. شيء بيكون اصح. الشهر العام شيء جميل والله. عندي الازمه هاي سيارتنا. ها شوف يلا عشان عصير عنب، عشان عصير. شوف شو هاك بعد موتة ثانية، ها جروب ثاني مسوين بعد حديقة فوق هذا، فوق قبة هذا، يعني مستغلين كل قطعة. يا الله أفكار بسيطة لكن تعطي منظر جمالي. ها هاي سيارة الليف حلو والله منظره. يقول الحين من عقب ما نظهر فيه بيودينا بقعة وين يسوون عصير العنب فرشة ونطاز. هاي الساعة يعصرونه قدامك. يقول لك هذا ابوي مكان عصير العنب. زفت؟ لا ما بزفت، ها سمات تربتمها نمونته. لا هذا مصنع. شو علي؟ ونعمل سندوتشات عنب. مرة الواحد وهجاه خالص ضايع ساعتين صفر. هاي منتجات تبوي مال عصير عنب، جام عنب وعصير. حطونا ابوي على غرشه غرشه. صلاح حلو توا حالك كذا. صلاح والله حلو مكانهم، جميل. يا وين الدنيا. شوف الله عليكم. شوف انا نفسه بس البوكس بتاعي يمشي. ايه الامر ده؟ بوليس خطير. بسم الله الرحمن الرحيم. كفاك الله السميع العليم. والله في امكانيات كبيره لحاجات كثيره هنا. اعتقد هاي حديقة مائية. ها علي؟ ايه ده؟ حديقة مائية ممكن. نقلع وننزل يعني؟ شوف ما شاء الله. شوف العنقورة هاي. خوز خوز ده عيش عصفورة اهو. شوف. العنقورة توها ثامرة. تو مسوي العنقور هذا. غير حصة. ايه جميل. اخد بقى ورق العنب ده ايه عشان اعمله محشي في البيت. محشي في البيت. يا الله ذكرى جميله من
الحين هو خيرنا، قال لي يبي ينزل هني يكمل بولين سيارة بمشاي. قلنا أبوي ودنا سيارتنا بنصير كذا مكان نتمشى فيه، فنبغي نستغل كل لحظة ما نضيعها على أساس أنها نستمتع في الوقت. يعني هذا مركز ثاني بعد نبيع المنتجات. وانت تمشي كل ما العنب كل ما العنب منتجات كلها. الحمد لله. شو أخذنا من هذا؟ ها هذا برمية مال عنب، وأخذنا عصير عنب، وهذا ها بسكوت، هذا بسكوت، ها هذا بسكوت مال عنب بعد. ها شكلي تخرفش فنان مال علي ولا مالاتك انت هكنها. شكلهم هنا. هذا بعد برمية مال عنب عندهم، وهذا بسكوت بعد من غير مال عنب. أنا ما تشوفهم علي، خل مالك روحك اللي بتودي مصر، لا تخلط سامانك ويا ساماننا. لا 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 هذا الوحد. إيه. شو صلاح؟ قلت له شكرا؟ ها صلاح حط هالبيزا. حسبتن صلاح؟ ما بغلطان؟ يلا صلاح. يبهن انت. كشرح تفصيلي باختصار، ذاك وين الباسات وين وقفت ابن السيايير اول ما جينا، وتمشينا وين العنقور هذا والشير وين صورت اول، وسرنا ونزلنا خطفنا من ورا الفله هذه والفله هذه ها، ونزلنا تحت مثل الدرج، وخذنا السيايير هاي لك واجرناهن وحطنا الدنيا وحطنا. شوفوا وين هاليبال اللي صورتكم اياهن الحين، وين البحيرات وين الدنيا هاي كذا. احنا ذاك وين مصنع العنب، مصنع عصير العنب. اخر شيء ردينا عاد على مثل ثرنا الاستراحه هاي، نحن ما جيناها اول بادي، خطفنا هناك وين الحوض هاي، شفت وين الدويره هاي الحوض، خطفنا عبور وين الحوض هذا، خطفنا عبور زين. والحين عاد ونحن رادين، لا وقفنا دخلنا المكان هذا تو، وين المكان اللي صور فيه صورته صلاح فيه، وخذنا البسكوت والحلاوه والاشياء هذه ها مثلا. ممنوع الاقتراب والتصوير. وهذا المكان كله البنيان هذا اللي الحين عليه مبني على شيء شرات ليبل المعتلي، يعني متعلي عن الارض. والله مكان جميل ويستاهل عنوه، يستاهل عنوه وفنان، ويرزق انك تعنى له. يعني تاخذ سياره من الصبح وتقضي يوم كامل فيها فمن تركب السياره هاي صغيرونه يحوط بك ظني انت نحن ست انفار، خذ 200 بات مالهم يعني 25 درهم. والله عارف تبدأ تجي. هي جروبات سياحية يعني. جروبات خلق الله من خلق. شوف كل حد ابوي شال مشي. هذا على ما تشوفون. هذا بيليان خضر. هذا بيليان ابوي بيلياني. بيليان بيلياني. ابن عناع. هذا خاري للي يبقى ياخذ القورة ولا شيء. والله كان ودي. كان ودي كما بيدي يحيي لش اسوي. شو عيال بلو هالي ناخذ. ابوي انا ختلت في السيارة شوية. ما وعيت بعمري ابويا الا فوق هالمكان ها. ودانا ابوي فوق يبال ها. لا تسالوني عاد الحين فوق العلاوه هذه. فوق هالعلاوه ها. على ما تشوفوا. وهذا ابوي المنظر الخيالي. المنظر الخيالي اللي اخير عن كل منظر هذا هل تشوفونها شيرة لوز ابوي. قول ما قلنا لكم ها لوز. هذا حولي مال العام، هذا الصلام مال العام. جوه اللوز بقى انت كل شيء بتعقى في حلجك. اي ده ها لوز حولي مال العام، فضل عنك صلام خربان. كل عام ده يعني السنه دي؟ لا مال العام. شو صلاح؟ سليم. شو؟ سليم. صليب؟ ايه. لا حبيبي ها ما بصليب. ما شوف. ما
ادري شو يسمونه صح؟ الموز فرات؟ هي فرات هي يوم يموت نفرات. والله منظر جميل يعني. علي ايوه ها شو الاخبار؟ لسه ما وصلتش لاي حاجه في اللوزات. الحين هذا وين النصب التذكاري ما يدرى منه ماله هذا ها؟ هناك ها يحطون له تحيه كل حد يعقون شلك داخلها. شو هذا؟ مساله اذا بيقول شلك داخل لازم يتناقح. شو هالحمر اللي تشوفونه متحتحت هذا كله ما شلك توه كان يتناقع عشان اللي هلا ما تشوفون تحيه ون. يا علي فكرني بمولد الحسين بالظبط. نروح برضه نولع شمع هناك ونضرب بومب. هنا بيضربوا بومب بس من غير شمع. الجمل شو تقول انت؟ بخور ريحته وحشه قوي. وين بخور؟ ها شلك في وين هذاك اللي هناك؟ ها ما شارت الصندوق شكلهم مسكين حد حرقوه بيبخروا الحين من بعد المكان هذا وين بتودينا؟ مسجد بنصلي. نعم زين. وعقب بعدين بروح الى سنترال. شو نسوي داخل؟ وايد العرب مطرشين مسجات والله اعطونا رقم فهد الدري والمالكم. يعني انا الرجال ابوي ما اعرفه هاي ثاني ودي اسير انا وياه ما بيني وبينه معرفة. يوم عطيتكم الرقم دري ولنا اللي في لندن رقم دري ولا في لندن يختلف. هذا كان معاشرنا يمكن من 15 او 18 سنه. فلذلك اعطيت ايول الباكستاني اللي في لندن اعطيتكم رقمه لاني اعرفه واثق منه يمكن 18 سنه اعرف عدل من مايله. هذا ابوي انا ما اعرفه. هذا باشر ابوي حد يسوي الخير بلي شر حد يرد اللوم علي على الشيء في الزين. لكن ما الانسان ما تروح تحكم عليه من يوم لو يوم يوم ولا شبه يوم ولا يومين ما تروح تحكم على شخصيه انسان بيون ويا عوايل ولا شيء. تباشر يسوي الخير تردون اللوم علي لحد يطلبني ارقام دريولي ولا يخصني. كلكم ابوي تعرفون تختنون ابليس وتداوون وضارين على السرى والدوم. اللي في المغرب عرفته وعرفتها له وعرفت الليل واللي عليه وعلمه وخبره وعطيتكم رقمه. والدري واللي في لندن هاك يمكن من 18 لو 20 هنا واللي في لندن 18 20 سنه تعاملوا وياه. وريال خايف من الله انما عادي انا ما اعرف حد الحاضر زين حد الحاضر زين. نحن وصلنا على الله يحفظكم سوق اسمه سوق العائل. سوق العائل شوف شو بعد بتموت على المساجد. تبى تموت 24 ساعة تبى مساجد. أخ عليك يا صلاح. يا صلاح لا ما بحر هذا حق سوق عائن تشرى اللي تباه. عبارة عن مطاعم محلات تجارية وما أدري شو كلها عائمة. والله صب المطار هذا هذا يينا حينا اللي وصى عليه دكتور. هذا هو هذا غرامي عاد عشر. الحمد لله. شو صلاح شو حي خدت انت؟ وين وين ما صلاح؟ هذا انت مع حصه كله مكس. منو مال صلاح هذا؟ مال اسد؟ منو بيدفع بيزات؟ منو بيدفع بيزات؟ انت كلم انت. ها شو الناس؟ يصيرون عارف العائم. برتب صلاح لك خافيت راما ويطيح بحر عنا منو ها صلاح ها بتطيح. ها ها خدم ابوي ها على ما تشوفون. ها صلاح شو شاور تريد من هذا ها
بيض ويا موز يشرخونه ويخبزونه. إيه هذا؟ أكيد. أكيد. هاي أبويا يا ستة شوي موز. كان حد يروم يشوي موز، هاي أبويا يشون الموز. أول مرة بحياتي شو حد يشوي موز. أول مرة بحياتي. تعصد بعد وكرت تشوي مرة ثانية. يا الله يا أبو. أبوي بناوي الطعام الحين مرة عادة ما ظني. سيدي وبعد. هذا أبوي مساج. أتي أبوي تمقط كراعينك وها يتهجنك هالفطر. ها وأنت مشاهدها على ما تشوفون. هذا أعتقد. كان برج مراقبة ما تعرف شو سالفته. شو صلاح؟ تبغى تسوي مثل هالريال؟ بسوي لك مساج. ها صلاح زين ولا ما بزين؟ زين. نمبر 1 ولا نمبر 2؟ 2 2 صلاح ولا نمبر 1؟ كان ساير راد ساير راد على الحرم هاي تشاور كان يمشي في التتقطع هالنمونه جزيته. يلا يا رب. كم كودت علي كم كودت علي. يلا كان الله الغني عدني. حبيب اسمك يا العيشة. شو صلاح انتبه. الله الاكل ياكلون 24 ساعه يرعون. ومر كلام ابوي ما حطا عيبه من هذا ما حد الا انا. زين تعال صبر عاوز من دول لا لا ليش ريحته معفن خاف من الله. الله اكبر عليك. عاوز من ايه يا علي؟ مانجا والله لو دواك عن الموت رجع اول كل قطعتين من هاي بعدين بعطيك مانجا ولا زره. لا اله الا كل شيء يشونه. الهمبه يشونه، الموز يشونه، ما ادري شو يشونه، ما ادري هاي شو تخبز بعد. كل حد ابوي منها قابلت لها مهله. حافظ اللي على هوش ما زينهن. لبز العسل. ايه هاي حلبونهن. سخيلات كلهن. هاي اللم كنها. هاي اللم هالبنات. يا بنات 5 شهور كنها. توها والد. This milk from this? From there? For who? For who? ايه شوفوا ها يرضعون السمك. كان شيء من السويت سمعتوا سمك يرضعن اللبن. يا المنكا والله غاوي هالبلاد لخريبال هي يزوى. ما يقول بيفتش بعمره روحه نفر ولا نفرين لازم يبالها مجموعه يعني جروب يخلي السيره حلوه. ايه منو له اشوف فيه توداي. ها اي كان سي ربنا وريني هو انا اشوف فيك يوم ربنا يهدك. لا يا علي حاجة حلوة. كم سنة طلعت الأتوبيس اللي عدي يا علي؟ ساعدين قدام الأتوبيس. صلاح يعان ولا لا؟ لا 27 كبيرة. سمك؟ إيه. سمكة كبيرة؟ سمك مشوار زي اللي كلته أنت. أسد. فهد. ها هاي أبو جدام أسد وفهد. ما شاء الله عليهم. عفوا بابا. اقولكم انا اول ما وصلت اول ساعه وين حديقه العنب
قلنا هاي حديقة العنب وصورنا المدخل، وحين الحديقة الجبل المساعي بعد صورناه، الحين السوق العائم بعد صورنا اسمه، قلنا عن اسمه بوبل على كل فيديو اذكر الاسم، الفيديو روحه 10 ثواني، انا اسجل في الدقيقه مليون و600 فيديو، بوبل احط عليهم الاسامي كلهم ماروم ابويا اسكند. هذا الكلام ردا على اللي مطرشين مسجاته انه ما تحط لنا اسامي اللي بقى علينا تفتيهم كل دقيقه، ما يستوي اللي متابع من قبل بيعرف، واللي بيخطف 20 فيديو بيطالع فيديو اكيد انه بي الفيديو هذا على اللي ما مذكور اسم المكان. يسال عن الثلاث هاي الصفرة، هاي يوم تدخل هذا السوق المائي لزقوها على كتفك وكل حد حاطي لها بالنا. عاد انتم ما فاقع عندكم ليه هالكذا تتخبرون حتى عن لزقه؟ أنا أبو المشكلة ما بواحد، 100 آدمية، لو واحد واثنين بس، لو اللي سائلين واحد ولا اثنين ولا عشرة ما برد السؤال، مليون مسج يعني كله على اللزقة، أنا أبو يا الفاقة أكثرها. يلا عادي صلاح ترولنا في بتاية مطعم يسمونه مطعم أبو عبد الله وجايين الطالع. يقولون في عمقلة تنعد وعيش أبيض بس ما عندي شغلة ثانية. صلاح آه. شو حينة وين الفندق وين تبى تصير تبات بتاية شو صلاح أبوك أي بوك خليه ايه ها بكرة عاد ما باليوم خلاص حين بنوصل ميتين من التعب سيتي انا ما نس شو صلاح حب حق منو خلي احصر زين نحن ما بساري من مصر تبى حب فول علي تعبانين لا ميتين ها ميتين من التعب ليه من الصبح ماشيين طالعين نازلين نطلع هنا ونطلع صلاح انت تعبان ما بتعبان؟ لا امين بيت فات امين الجماعة حين الجماعة كلهم تعبانين ما بيسا هدر مع روسهم ان شاء الله بنرمسه والموضوع نوصل بانكوك ولا خلاص عاد اليوم الحلقة وانتهت الحين بنحرك ان شاء الله الحين بنحرك من بتاية محركين اوريدي يعني ان شاء الله باتجاه بانكوك وبنرمس خلاف ولا في اللي ها صلاح الحمد لله على السلامة لا بينام ولا بينام رقدت في طريق لو لا لا وعلي شوي 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 كان راقد علي كان مسافر صلاح صلاح رقدت صدق انت قاعد هذا لوتي هذا لوتي ليش نزلت السامان تحت؟ كتفي ماله؟ نشيل الشنطة الثقيلة ايه جعلي كتفي شو السبب يعني؟ هنا العظمة نمت عليها ايه وانا تخين زي ما انت عارف ما شاء الله تعبان الله يبارك فيك فلما باجي اشيل حاجة ثقيلة ايدك ما توقعكش لما في الاكل والبلع وخيد الموبايلات وكل حاجة خفيفة يعني بنسى خالص بنسى الوجع والالم دي خالص ما بحسش ان انا تعبان في موقف الاكل والالكترونيات الايجابيات يعني موضوع في اكل والكترونيات ايدك ما توقعش وفلوس نسيت انا الفلوس الفلوس
القمر يا علي زي القمر. ببقى كده ساعة شاورما. ها؟ باكل شاورما بحلو. مع شاورما؟ شاورما سوري خيار مخلل ليه ما بقاش جميل؟ سبحان الله في جميل. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا علي ألف هنا وشفا. الله يعافيك. القر ده ولا إيه بالظبط؟ ما شاء الله عليك ما أكلت شيء. خمس سندوتشات ما بشيء يا علي. خمس سندوتشات يعني. أنا ربنا يسهل ويستر يستر عليا وأوصل البلد السليم منه. إن شاء الله. من عينك وقرك عليا. في إيه؟ أنت شايف ما فيش حاجة؟ أنا شفتك أنا آخر مرة. برجي. مستشفى برجي في أبو ظبي. ايوه وكم معي الوحش هذا؟ لا 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 كانت المره اللي كنت انا معك صلاح. صلاح صلاح يعني قصدك علي؟ اي وايد مبدل صلاح زين هي دبي خليه يتزوج الرجال هو هيجوزنا النميل لا لا تحط على عرض تقول 80 عمره ولا قبل يلا السلام عليكم ثانك يو باي باي ثانك يو يا بنت يا امور انت جميل الحين تبغى تصورني انت تعال ياي تعال وين صار منك؟ ايوه وعسخري و... يا ربي تبارك ساركم درت روح وين واحد صيروني وين روح شرد عليك والله انت الحين مخبرينك الخوريه ان بتلاقى وياك هني صح والبقله انت متبقله ايه تدريبك انت مخبرك الخوريه ابوي تحياتي للخوريه من اصغر واحد لين اكبر واحد حبيب. واحد منهم انا وانت بعد واحد منهم يلا محمد الله يحفظك وياك الله الله ما راد تلاقى وياك في ابو ظبي نعم شفت وين تلاقيني؟ اي والله لكن بتايلاند بتايلاند ابوي على الله يحافظك اخبارك شعلومك خير الله يحافظك وش اخبار صلاح وينك؟ خير تميم شكرك ايه بزاي انت شيخ شيخ انت ابوي ها؟ طبعا الله عايزين يجيبوني يضربوني بالكرباج عشان يرتاحوا لا عايزين ياكلوني ولا عايزين يخرجوني بس كل يوم بياكلوا بتاكلوا ليه؟ العين ماضيك حبيبي العالم كله ما يأثرش في حاجة يعني الناس كلها توحاك ولا يقشي ما هو قول ما شاء الله ما شاء الله علي ما يقولون آمين مني بالطريق أول يسمعوا الناس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله انت تحكي علي انت فاهم حاجة تبع شيشة بدورين بس ما بتحصلك هي والله لا كل اللي حبي ولا ويبا من لادوري بهت يبقى كره مشهوره بمصر من لادوري بهت مش حق ريت ويا كواليتي هو يا طري المكرونه مالته هي المكرونه مالته مو يطريها لا الحلويات كشري هاي كشري المكرونه صينه صينه الله يحفظكم ويحفظك يا باكر رادي البلاد ان شاء الله يعلكم في دعاه الله يلا الله يحفظك ييسر اموركم ان شاء الله ابوي لا تاخذون لا مدام دونت تيك ماني خلاص مخلصين خلاص 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 يا ولد الحلال يلا الله يحفظك يسلمك مشكوري قناتك هذا كله بركاتك انت طبعا بدي بركاتي صح هات الباقي يلا الله يحفظكم بلاك طالع حب الطهاد يعني انا هي اصلها بالجزه او في الضوافر ايوه خلصي بقى ويلم الضوافر اللي وقعت في الارض دي مش لازم الكيس باخدها معايا ليش علي بالذكر علي مش ملاحظ ان منين بانكوك ما تدفعنا بيزات لحق مطعم ولا حق مين وش حلو كل بركاتك انت علي المصري مش خارج ها عشان انا بيعزمني اي اكيد بركاتك انت يا علي يا رك الله يا ابو عبد الرحمن انت الخير والبركه سمعتني شو قلت علي لا برك على شبك يا توم يا حاجه وحشه لا 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 حاجه حلوه ايه الخير على دوم الورديه ايه خيرك انت اقول لكم بخصوص بثايا ما ترزن الواحد يصير لها يومين او ثلاث ايام اللي بيصير مثلا عوايل اللي بيصير كان عوايد ولا عزاب يعني اللي بيصيروا سيرة بياضوي هبسيرة مثل اللي لقطناهم هناك لا لقطناهم أقول لكم تغدينا فيه تغدينا هو غدا هو في المطعم هذا شو اسمه علي مطعم عبد الله مطعم أبو عبد الله منعوت لنا وصرنا له حرام يا أبو تحرى عمرك ياس في غرزة نعم غرزة يالس
اكلهم زين زين يعني مال كيف حاك كيف انت يعني مال المكان اللي تغدينا فيه اليوم غرزة الاشكال ابدا من هاي اللي ظاهرين من مستشفيات الادمان الاشكال هاي العيال العرب يا كان سبحانك يا رب ما ادري كيف يعني من جايين نقوى كلهم تحرى ماسورين في وشرت وحده ما واحد وشرته تختلف عن الثاني نفس طريقه اللبس ونفس المدواخ ونفس الدواخه ونفس البراطم والليفون كلهم اللي فيها هاي بتاية اللي موجودين هنا في التمنى كلهم يا ابوي صبت وحده ما فيهم واحد رنقه يختلف عن الثاني قدره هذا يوم يقول لك ان الطيور على اشكالها تفاعل اي البلاد اقولكم ترزه من عنيلها يا غير مال نهار مال تسرح ابوي الساعه 7 6 ونص تسرح انت واصلت الساعه 8 ونص تتمشى هناك في اليبال والمزارع يوم ابوي يعديك الساعه 5 ونص انت ظاهر من هاي البلاد يدن عليك المغرب ابوي في بانكوك متسبح من معين من الله خير تصير عادة وين تبقى يكون ما يضيع يومك ضاع نهارك هناك ليلك ما يضيع هني يكون تتعشى ترم تصير شارق ترم تصير غرب مرحبا بتسهلة كانت تصير تتبيت يومين ثلاثة ايام لا يا ابوي البلاد لا بمال يومين ولا بمال ثلاثة ايام مال ابوي تقزر ابوي نهار كامل بطولة وتضوي ابوي اللي بيقول لك ابوي سر داخل المدينة وين عين الماء الغيلة والدنيا شو بقولكم ما تتشاهد البلاد من داخل وين البلاد روحها وين فيها معون العرب وهذا ما أنصح أي عائلة حد يسير لا تقول ما قلت لكم ممنوع يسير أي حد من لأن المنطقة أو المكان هي البلاد يعني كلها ككل البلاد وين فنانة يا غير المنطقة مات العرب هاي ما تنطاح خاصة للعواية أشكالهم أبو تتروع اللي ما يتروع العري المحتاس المدوخ اللي يمشي ويتر على يم واللي يمشي ويرو اللي منهم ده العلسان اللي يمشي ويتر اللي عيون مش وصات شوف أقول لكم أمور وقت الغداء واحد دار على يميني يا غير تحرام ويهم صفع بكربة فحال نعم كربة فحال لويا ملها ملها بتسقى مش بتكبر ولا بعالج هتموت امتى خاف الزمن ولا لا بتزع بتهيا ولا بجرام حاجة ولا بتاع في تقدم مستمر فيش تعرف منوري حق علي منورك يا ريس اخبارك ايه 10 على 10 اخبار تايلند معك ايه تايلند اخبارها معك ايه زي الفل الناس بيسالوا فين علي الجداوي فين علي المصري بيسلموا عليا وحبنا الحمد لله والوقت جميل وبيعدي حلو والفلاش هيبقى ايه يا علي الفيه فلاش ماله بتاخد في عيني وانا ناقص اصلا ما بشوفش تمام علي المتابعين يقولوا خلي علي يشيل النظارة مش هشوف المتابعين لا هم يشوفوك لا انا مش هشوف يلا عادة افتح عين بسم الله الرحمن الرحيم قول ربي يا ربي جني عسولة جني عسولة متى تبغى ترجع مرة ثانية بانكوك ان
شهر. متى؟ لا على طول يعني انا بحب المكان هنا انا بستمتع فيه بصراحه.